لكن يا ابو حميد قول لي برضو، واحنا بنتكلم عن البطولات الافريقيه، دايما البطولات الافريقيه بيبقى ليها واقع داخل جمهور النادي الاهلي، بيحبوا البطولات الافريقيه واللعب في البطولات الافريقيه والفوز بالبطولات الافريقيه. أكيد يا كابتن إسلام، ده ما يميز جماهير النادي الأهلي وداعمة للنادي وداعمة لأي فريق موجود وداعمة لأي لاعب حتى بالجهاز الفني والمجلس إدارته. وده اللي كان مساند لينا بشكل كبير جدا في البطولات، حتى البطولات الأفريقية. يمكن أخدت كأس سوبر أفريقي في أثيوبيا أمام النجم الساحلي، من البطولات اللي حرزتها مع النادي، وكان السوبر برضو اللي مع الإسماعيلي. نزلت مكان مين مش فاكر أنا. الفرقة كلها مع الماتش ده ماتش غريب، لكن يلا نزلت مكان حضرتك. بتجري في مكانها اثيوبيا، وكنا راجعين قبلها، وكان بص كان جو صعب، كان جو صعب جدا، مفيش تنفس كمان. فاكر الماتش ده؟ مش قادرين. عماد النحاس كان يعني بيطلع في الكورنر، مش قادر، وطلع اول مره مش قادر. لا بعكس الناس، يعني كانت الضغوط علينا كبيره جدا، الاجواء والجو، وان انت ارضيه الملعب سيئه جدا، وبلعب فريق النجم الساحلي سنه طبعا. 2007 كان من ضمن اقوى الفرق في افريقيا، كان زيه زي صفاقس، زي فرق كبير جدا كتير جدا في افريقيا. الوداد كان فرقه قويه جدا، وان احنا نتغلب عليهم ونحرز البطوله ده كان يعني حافز كبير جدا للعيبه. يمكن لو حضرتك تفتكر لما جمعتونا كلنا اللعيبه، حضرتك وكابتن عماد النحاس وشادي ووائل جمعه ومحمد شوقي، ما جمعتونا كلنا، وتريكا وبركات، كان كله يعني مع حفظ الالقاب جمعتونا كلنا. صح. ولازم نركز، وبطوله وتضاف لتاريخنا وتاريخ ولادنا، وانجاز كبير جدا يضاف لتاريخ النادي الاهلي. فده كان الحافز والطموح اللي احنا اكتسبناه كلنا كلاعيبه، وكنا دايما يعني البطوله وبنقفل صفحات. يمكن زي ما حضرتك قلت، احنا كنا لسه محققين البطوله وبنرجع على طول ان احنا نلعب بطوله الدوري. قعدنا حوالي سنتين ونص متلاحمين مع بعض، دخلنا في 7 بطولات، فدي كانت دايما الاهلي بيقفل صفحاته. و2006 خسرنا او في 7 خسرنا 2007 العرجون، 7 خسرنا العرجون اللي هي يعني بطوله افريقيا. وبعد كده 2008 فزنا بالبطوله مع اللي هي القطن الكاميروني. القطن الكاميروني. ليه دايما جمهور الاهلي بيحب البطوله الافريقيه تحديدا؟ يعني احنا بالنسبه لنا 10 بطولات افريقيه، يمكن اللي بعدنا اعتقد نادي الزمالك 5 أو 4، يعني 4 5 6 حاجه كده يعني، ففارق كبير برضو. بص كابتن اسلام، هي ليها انا دايما بتكلم دايما ان هي مقومات بطوله، مقومات بطوله بتبقى عند مجلس الاداره، مقومات بطوله بتبقى عند اللعيبه، عند الجهاز الفني، وده اللي كان فارق معانا بشكل كبير جدا مع مستر جوزيه. دايما انت بتاخد الانطباع من لائحه حتى المكافئات. صحيح. ان انت بمكافئات ما بتاخدش المكافاه بمكافئتها، لا، انت بعد كل 4 مباريات بتاخد المكافئات كلها. لو حققت التارجت او ال 10 بونت من 12 انت بتاخد المكافئات كلها، لكن لو حققت 9 3 مكسب ما بتاخدش ولا مكافاه. فهنا ده بيديك انطباع كان على لائحه النادي الاهلي ان انت لازم تكسب 3 حتى لو تعادلت الرابعه، لكن ما فيش خساره. فهنا بيديك فيدباك او بيديك خلفيه الفكر بتاع الناس ان ما فيش حاجه في النادي الاهلي مش مكسب. باللائحه دي تاني، انا مهمه جدا اللائحه، كان اربع مباريات 12 نقطة، يعني لازم تجيب 10 بونت، لازم تجيب 10 بونت. لو جبت 9، احنا لو حضرتك تفتكر يا كابتن سام، كنا بناخد كل 4 مباريات في حتى في الفيزا كان يدينا البطولات والمباريات، لكن كل 4 لو جبت 9 بونت كسبت 3 وخسرت مباراه ما بتاخدش ولا مكافاه من الـ4. فهنا اداني انطباع حتى وانا بقرا اللائحه ان مفيش حاجه في النادي الاهلي اسمها خساره. وخصوصا ده الانطباع اللي بيديه مجلس اداره للجهاز، وده اللي الحمد لله كنا شغالين عليه. يمكن كنا لما بنخسر ده، عشان كده جماهير النادي الاهلي، كل اجيال النادي الاهلي رفعت سقف طموحها ان هو يخش بطوله افريقيه، ياخد بطوله افريقيه. خصوصا انت لما توصل 10، ولما زي ما كنت طلعت مع حضرتك قبل كده كان مستر موسيماني مستغرب ان جماهير النادي الاهلي بعد 9 خلصت بيقولوا ال10. فهو استغرب، مفيش جماهير كده، مفيش نادي كده. لا، الاجيال اللي كانت موجوده بمجالس الادارات وصلت انطباع لاي مدير فني ان لا، انا بلعب على البطوله وهاخدها. وبدليل ان احنا حققنا ال10، يمكن لظروف ال11، ظروف كانت كلها ضد النادي الاهلي، مش عايز اخوض فيها، لكن دايما دي بتبقى اللي بتدي دوافع. دايما النادي الاهلي لما بيحصل له اعقابات او عرقله في بعض السنوات بيقوم تاني اقوى، بيبقى عنده دوافع كبيره جدا، وهي الدوافع طول ما هي متجدده داخل اوضه اللبس. حتى كنا كلنا متعودين على كده، الدوافع
واوضه لبس قويه، اللعيبه كبيره بتلم حتى اللعيبه الصغيره بتلم اللعيبه الجديده. يمكن انا ما حسيتش بفرق كبير جدا، ودخلت بسرعه، دخلتوني وسطكم في الفرقه، وانا كنت صفقه جديده ولعيب صغير جاي، فما حسيتش ان النادي جديد عليا. كنت حضرتك يعني حضرتك وابو تريكه وبركات وكل اللعيبه الكبيره ما حسيتش. فدي اوضه لبس النادي الاهلي، دي من مقومات البطوله. مظبوط، هي اوضه لبس قويه تقدر تحقق اهداف مجلس الاداره.